مساء الخير على حضراتكم أعزائي المشاهدين، وأسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بدل الحكاية 2. تحية موصولة أيضا لزملائي الجنود المجهولين من خلف الكاميرات، فالتحية موصولة أيضا لزميلي أسر عطلة اللي هيكون موجود مع حضراتكم من الفقرة الثانية بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، في فقرتنا الأولى هنتكلم مع بعض في أكثر من حكاية وهندردش مع بعض في أكثر من موضوع. خلونا نتكلم مع بعض في أول حكاية، وهي بتتعلق بوزارة التموين والتجارة الداخلية. وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه سوف يتم فتح الباب أمام المواطنين لتسجيل أو لإضافة المواليد الجدد ولاستخراج بطاقات تموينية جديدة. الكلام ده هيكون بداية من 1 يوليو اللي هو الموافق يوم الخميس 1/7. أعلنت أيضا وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور وصوله ل 2400 بالنسبة للمرتبات، والارتفاع الحد الأدنى للمعاشات وصوله 1500 لن يكون عائقا أمام المواطنين في تسجيل إضافة المواليد أو في تسجيل البطاقات التموينية الجديدة. لو حضرتك يعني تريد أن تضيف مواليد جديدة، فده هيكون من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، وده طبعا يعني لتحجيم انتشار جائحة كورونا. أما لو حضرتك مش متوفر عندك انترنت، ممكن تتوجه لأقرب مكتب تموين وهو هيساعد حضرتك في إضافة المواليد أو في استخراج البطاقات التموينية الجديدة. خلونا ننتقل مع حضراتكم للخبر الثاني والحكاية الثانية، وهو بتتعلق أو بيتعلق باسترداد مصر 114 قطعة أثرية من فرنسا. على مدار الأيام أو على مدار السنوات القليلة الماضية، كنا بنلاحظ مدى تطور العلاقات المصرية بكل الدول في العالم العربي وفي العالم الأوروبي. كنا دايما نسمع في تعاون مصري فرنسي على النطاق السياسي، على النطاق الثقافي، على النطاق العسكري، ولكن يوم الأربعاء الماضي كان في تعاون بين الدولتين على النطاق القضائي. كان في تعاون قضائي بين النيابة العامة المصرية وبين أيضا السلطة القضائية في فرنسا. يوم الأربعاء الماضي كان في وفد رفيع المستوى بقيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، وكان أيضا من ضمن الوفد المرافق حضرته مع الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار. استطاعوا أن يستردوا 114 قطعة أثرية كان تم تهريبهم من داخل مصر، وده يبين قدرة الدولة لما تكون مستقرة، مش بس تكون قادرة على حماية حقوقها، لا ده بتكون قادرة كمان على استرداد حقوقها المهدرة. فكل التحية لرجال النيابة العامة المصرية، وكل التحية لرجال الدبلوماسية المصرية على هذا الإنجاز العظيم، استرداد 114 قطعة أثرية. طبعا مما لا شك فيه أن 114 قطعة أثرية لا يقدروا بثمن، لأنه بيمثل لنا التاريخ مصر، وتاريخ مصر لا يقدر بثمن، وإن شاء الله يكون في نجاحات أكثر ويكون في تحجيم أكثر لمهربي الأثار. أعزائي المشاهدين، خلينا ننتقل مع حضراتكم للخبر الثالث والحكاية الثالثة، بتتعلق بالسفينة إيفر جيفن. حضراتكم تتذكروا السفينة إيفر جيفن اللي كانت جناحها في هيئة قناة السويس في الأيام الماضية. حتى الآن السفينة ما زالت موجودة في هيئة قناة السويس. طبعا ما ينفعش تغادر مصر إلا بعد الوصول لاتفاق مرضي لكلا الطرفين، وطبعا أنا ما بقول هنا كلا الطرفين، أقصد الطرف الأول اللي هو هيئة قناة السويس، والطرف الثاني اللي هم الملاك لسفينة إيفر جيفن. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه بالفعل تم الوصول إلى حل ودي مع ملاك السفينة دون الوصول إلى أو دون اللجوء إلى المحكمة الدولية. ولكن أعلن سيادته أنه الاتفاق ده كان على شكل ودي، ولكن سوف يتم الإعلان عنه في منتصف الأسبوع القادم. دايما تكون هيئة قناة السويس قادرة على يعني تخطي الأزمات، ودايما تكون هناك من فترة لفترة أحداث بتثبت مدى قدرة المصريين ومدى عزيمة المصريين اللي ما بتنتهيش، ولكن هي مستمرة وبتظهر وقت الأزمات. فتحية كبيرة للقائد الفريق أسامة ربيع، وتحياتنا لكل عمال هيئة قناة السويس. أعزائي المشاهدين، خلونا ننتقل مع حضراتكم للحكاية الرابعة وهي الأخيرة الموجودة عندنا في الفقرة. الحكاية دي هنتكلم فيها عن أزمة، الأزمة دي منتشرة عالميا ولكن هي تم ملاحظتها أخيرا في الشارع المصري، وهي التحرش. طبعا حضراتكم متذكرين الواقعة اللي كانت حصلت مع البنت اللي كانت جات من مطار لبنان وحصلت معها في مطار القاهرة، وبالفعل السلطة القضائية تمت القبض على الشخص اللي هو اعتدى عليها من خلال التصوير. طبعا التحرش أصبح ليه أكثر من صورة، في تحرش جسدي، في تحرش لفظي، في تحرش إلكتروني. علشان نقف على الموضوع أكثر ونتكلم عن التحرش، نعرف يعني إيه تحرش من الناحية العلمية، نعرف إيه هو أنواع التحرش، نعرف ايه اسباب التحرش، نعرف ايه هي الحلول المقترحه للقضاء او للحد من انتشار هذه الظاهره. معانا ومع حضراتكم الدكتوره انجي ماهر، ماجستير في علم النفس. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره.
أهلا بحضرتك الإعلامي محمد إسماعيل، دكتورة إنجي، وتحياتي للبرنامج الهادف المحترم اللي بيمس قلوب المصريين جميعا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة إنجي. طبعا دكتورة إنجي، طبعا الماجستير في علم النفس كان عن الأزمات النفسية اللي بتتعرض لها السيدة المصرية. أنا أعتقد إن ما فيش أزمة أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة من التحرش بالسيدات. بداية كده ممكن حضرتك توضحي لنا وللسادة المشاهدين ما معنى أو ما مفهوم التحرش بشكل عام أو بصفة عامة؟ التحرش هو تعرض السيدة أو المرأة للمضايقة أو انتهاك الخصوصية أو فعل غير مرغوب فيه من شخص، سواء ده بيبقى بتعبيرات الوش، سواء بالإيماءات أو النداء أو التعليقات السلبية أو التتبع والملاحقة أو الاهتمام غير المرغوب فيه. طيب دلوقتي في التحرش ليه أشكال وصور مختلفة، ممكن حضرتك توضحي لنا إيه أنواع التحرش وإيه أنواع المتحرشين؟ احنا هنتكلم عن اشهر انواع التحرش. انواع التحرش هو التحرش الجنسي اللمسي اللي هو بيلمس يعني جسد المرأة، وفي التحرش الجنسي الالكتروني، وفي التحرش اللفظي اللي بيحصل في الشارع، وفي التحرش اللي هو المطاردة ان هو يفضل يجري وراها من شارع لشارع سواء بالسيارة او وهي ماشية عادي كده. دي انواع التحرش. اتفضل. استوقفني ان في من ضمن انواع التحرش ان في تحرش الكتروني، يعني ممكن حضرتك توضحي لنا اكتر ازاي بيكون التحرش الالكتروني او ازاي بيقدر المتحرش انه يتحرش الكترونيا بالسيده او بالفتاه؟ طبعا بيبعت رسائل الكترونيه، بيبعت صور لها ايماءات ومعاني معينه، والحمد لله دلوقتي ان الحكومه وفرت ما يسمى في أقسام الشرطة الجريمة الإلكترونية. يعني البنت أو السيدة اللي تعرضت للتحرش ممكن إن هي تروح تقدم بلاغ في قسم الشرطة الجريمة الإلكترونية. تمام. طيب حضرتك ممكن توضح لنا الأسباب انتشار ظاهرة التحرش في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة؟ أسباب التحرش، أولا نفسية المتحرش نفسه، يعني المتحرش نفسه هو شخص مؤذي، لان هو بيتمتع او متعته او لذته ان هو يأذي الاخرين، وان هو يشوف الشخص اللي قدامه ضعيف، وان هو يقلل من قدراته، وده بيبقى نوع من تعويض النقص اللي هو، لان هو ممكن يكون تربى في اسرة غير سوية او صحيح. اسرة مفككة او تعرض للحرمان والقمع. ده دي حاجة. الحاجة الثانية إن المجتمع نفسه سلبي، يعني يقول لها مثلا ما تهتميش، ما تحطيش في بالك، المتحرش مش قاصد الكلام دون، فده بيعلم إن بيزود من الجريمة أو بيزود من التحرش. تمام. طيب يا دكتور معلش أنا آسف على المقاطعة، ولكن الوقت بس محجمنا، إيه التأثير النفسي اللي بيقع على السيدة بعد التحرش بيها؟ طبعا أول حاجة إن المرأة بتشعر بانتهاك كرامتها الشخصية، وطبعا بتحصل مشكلات نفسية، القلق والاكتئاب، بتحصل مشكلات برضو جسمية نتيجة المشكلات النفسية، الصداع ومشكلات النوم ومشكلات في القولون العصبي. برضو الحاجات النفسية دي بتأثر على علاقتها بأسرتها وبأبنائها وزوجها وعملها. طيب آخر سؤال لحضرتك، ما الحلول المقترحة للقضاء على هذه الظاهرة؟ سريعا طبعا معلش. التوعية الدينية، يعني احنا لو حصرنا عملنا حصر كده كام عظة للتحرش، كام طبعا التوعية الاجتماعية والنفسية في المدارس والجامعات، ازاي ان انا احمي نفسي من المتحرش واعرف ان ده متحرش، تمام التوعية القانونية تمام ازاي احرر الواقعة، اهم حاجة اضافة الكاميرات، ودي اللي حصلت في واقعة التحرش الشهيرة طفلة المعادي، ان الكاميرا استطاعت اثبات واقعة التحرش دي تمام. وتواجد الشرطة. شكرا جزيلا الدكتورة إنجي ماهر ماجستير علم النفس، معذرة على ضيق الوقت. أعزائي المشاهدين بكده نكون انتهينا من فقرتنا الأولى، ولكن زميلي أسر عطالله يكون معاكم في الفقرة الثانية. أعزائي المشاهدين شكرا على طيب المشاهدة، وإن شاء الله نلتقي على خير السبت القادم. دمتم في أمان الله.